خلال حفل عشاء أقامه النائب السابق عبد الله البرغش بمناسبة الموافقة على إعادة جنسيته، نفى أن يكون قد تعرض لأي ضغوط لعدم مطالبته بتعويضات مادية جراء سحب جنسيته. وقال البرغش إن من يطالب بتعويضات هو من يعتبر أن الوطن مجرد مال بالنسبة إليها. هنالك من يردد ويتكلم ويقول إن البرغش ممكن يطالبون بتعويضات من المال على إعادة جناسيهم. هذا القول يقول من يعتبر الوطن ثمن، من يعتبر الوطن مال، يعتبره مال، ونحن نعتبر هذا الوطن هو وطننا. هذا وطن الرجال ليس وطن المال. من يفكر عند غدمه لا، حنا ما نفكر بهذه الأمور. وإذا قلنا كلمة نلتزم فيها، وقسما بالله لم يطلب منا أحد ويفرض علينا أن لا نطالب بتعويضات، لكن لا يمكن أن تكون مواطنتنا مقابل تعويضات، ولا نريدها إن شاء الله بإذن الله. خلال